باب المندب تحت واليمن عامله ايه. ايوه نشوف الصوره اللي بعد كده. هو أيوة. ولازم نبقى عارفين ان امريكا هي اللي بتدير الحوار وهي بتدير كل حاجه. أيوة. النهارده امريكا لو قفلت على اسرائيل الذخيره هتبقى حصول الوضع هيتغير بالظبط. عشان كده بلينكن راح زار ولي العهد لكن 11 هيزور 11 دوله في الرحله بتاعته. أيوة. يعني اذا الموضوع كبير عشان الحرب ما تكبرش. ايوه قعد مع ولي العهد السعودي امبارح. نعم. واتفقوا ان يعني اسرائيل يجب الا توسع عملياتها العسكريه في المنطقه. نعم. ووقف العمليات في غزه ده الامير السعودي. نفس الكلام حصل مع الامارات. أيوة. شوف الصوره اللي بعد كده. نعم. الصوره اللي بعد كده بتقول لنا ايه يا مدام عزه؟ ان ما زالت المنطقه مشتعله وفي اتجاه جديد. اتفتح لنا اتجاه جديد. شفت عشان بقول لك أيوة. المنطقه اصبحت هي بؤره الصراع في المنطقه. صحيح. اتفتحت ايه؟ باب البحر الاحمر وباب المندب. باب المندب ده النهارده بتمر منه 40% من التجاره العالميه. نعم. اليمن فيها الحوثيين. نعم. دي زراعه عسكري لمين؟ لايران. نعم. زي حزب الله فوق. الحوثيين ما هنا في اليمن مسيطرين تبع ايران. فجم الحوثيين اول حاجه راحوا استولوا على سفينه صاحبها اسرائيلي. وبدأوا يهاجموا السفن في البحر الأحمر وبدأت المدمرات الأمريكية تستهدفهم. نعم. هنشوف الصورة الثانية بتقول إيه يا مدام عزة. اتفضل. بدأت أمريكا تعمل تحالف كوليشن ودي برضو عايزين نوضحها عشان الناس ما كانتش فاهمة الكلام ده. نعم. وزير الدفاع الأمريكي أصدر أوامره نعمل تحالف حارس الازدهار عشان تصدي للحوثيين. مصر ما اشتركتش في التحالف ده. بالظبط. بدينا نسمع بقى من الجهات اللي شايفين مصر ما عادش لها قيمه طلعوها من التحالف. لا 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 تعالوا يا جماعه التحالف ده يعني حلف كوليشن. مصر لا تدخل في احلاف. نعم. والرئيس السيسي اعلنها 100 مره. صحيح. واتعرضت على مصر نقول اموال كتيره. نعم. نخش حلف او نعمل قاعده عسكريه. عندنا والرئيس السيسي رفض. نعم. وعشان كده احنا لم ندخل في هذا التحالف. نعم. حلف يعني معناها تيجي مدمرات بتاعت امريكا او فرنسا تخش عندنا وتقعد. ما احنا في حلف. ايوه. هو انت فاكره الحرب بين روسيا واوكرانيا تمت ليه؟ لان اوكرانيا هتخش حلف الناتو. بالظبط. وروسيا رافضه ان يبقى حلف الناتو على جارها. نعم. فده حقنا. نعم. فلازم نبقى عارفين ده مبدانا. الرئيس السيسي امر لن ندخل في اخر التحالف. نعم. طيب نشوف الصوره الثانيه برضه نشوف نقول الله هو ما احنا ما بنشتغلش في البحر الاحمر. لا. امريكا عملت قوات مشتركه اسمها كومباين فورسز. ايوه 151 و52 و53. آه. 51 و2 دول فوق في الخليج وضد القراصنه. احنا مشتركين في القوه 153 تمام برضه اسمها كومباين فورسز. أيوه. مجموعه قوات بتنفذ مهمه. السنة اللي فاتت مصر كانت بتقود القوات المشتركة دي اللي بتدافع عن ايه؟ البحر الاحمر. نعم. تمام؟ إذن احنا مشتركين ومع امريكا ومع دول اخرى. ما احناش مهمشين زي ما الناس تقعد تقول. لا احنا مشتركين ولكن دون ان يكون لنا تحالف في المنطقة. بالظبط. نشوف الصورة الثانية يا مدام عزة بتقول لنا ايه؟ ان قوات التحالف دي كلها بتشتغل من جيبوتي. ايوه. جيبوتي موقعها جيوبوليتيكي ممتاز. بص أيوه. عليها فين يا مدام عزه؟ أه. على مدخل نقول باب المندب. ايوه. وشايف خليج عدن وفوق أيوه. خليج عدن المحيط الهندي. ايوه. ثم فوق البحر الاحمر بالكامل. وعشان نقول ان الدوله دي مهمه يا مدام عزه. نعم. فيها 6 قواعد عسكريه من 6 دول. 6 قواعد. ما فيش دوله في العالم فيها 6 قواعد. 6 قواعد. ابدا. هي عشان موقعها. عشان موقعها برافو. نعم. عليك. نعم. موقعها رهيب. الصين لها قاعده. اليابان قاعده. امريكا طبعا واسبانيا وفرنسا وايطاليا. كلهم بيشتغلوا من قواعد عسكريه لان انت عشان تشتغلي في حته زي كده لازم يبقى ليكي مكان تحطي منه ميه وتحطي منه واطلاح وسفن. انت عارفه لما احنا قفلنا مضيق باب المندب قدام اسرائيل في 73 كان لنا فين؟ كنا رحنا باب المندب، كنا رحنا اليمن. وعملنا شركه وهميه تحت اسمها شركه
وحطينا مخازن ميه وحطينا مخازن اكل وقطع غيار عشان مراكبنا اللي كانت بتحارب هناك والسفن والغواصات تلاقي حاجه تقعد عليها. عشان كده النهارده جيبوتي بتعتبر قاعده عسكريه لكل القوات دي اللي هتنفذ المهام ان شاء الله. تمام. لما نشوف امريكا ايه على هذا الكلام كسياسه بلينكن هنشوف الصوره الثانيه قال لك ان البحر الاحمر بيتسبب في تعطيل اكثر من 20% من الشحنات الدوليه. نعم. ودايما يا مدام عزه